This is us on the amazing day. الماكينة الطائرة فيلم عائلي بالأبعاد الثلاثة يجمع بين التمثيل الحي والصور المتحركة. يؤدي دور البطولة فيه كل من هيثر غراهام وعازف البيانو العالمي لانغ لانغ الذي يؤدي مقطوعات شوبان. فيه تقوم أم تعيل أطفالها وحيدة تصطحبهم لمشاهدة مقطوعة البيانو السحري، لكنهم يدخلون في رحلة سحرية ما يرغمها على التحليق معهم، مناسبة تعيد فيها تقييمها لحياتها. أقوم بدور أم عاملة وحيدة وأنا طموحة ودائمة التوتر، مهووسة بهاتفي البلاك بيري وحياتي معلقة به، وهذا أمر محزن. أحاول دوما أن أفعل الأفضل وأجني المزيد من المال، لكني في كل ذلك أنسى التمتع باللحظة الحاضرة وكم أن حياتي فعلا رائعة وأطفالي رائعين. وهذه الرحلة في الأعالي مناسبة لأعيد فيها تقييم حياتي وكيف علي أن أكون أقل توتراً. The Flying Machine هو أول فيلم تنشيط من إنتاج بولندي تطلب تضافر مهارات ما يزيد عن 500 متخصص من حول العالم. كلفة إنتاجه بلغت 9 ملايين يورو. The hardest الأمر الأصعب كان من الناحية التقنية، حيث تعين علينا كسب رهان تنشيط الآلة الطائرة. ففي أفلام التنشيط عادة ما تكون الدمى وما إلى ذلك بحجم صغير، لكن هنا كان علينا تحريك آلة بعلو مترين تحتوي على ما يزيد عن 120 مفصلاً، وحاولنا الحصول على كافة تأثيرات الريح على حركة الأجنحة وما إلى ذلك، وكل ذلك على وقع ألحان شوبان. أنامل لانغ لانغ السحرية كان لها الفضل بأداء مقاطع خالدة. القصة مؤثرة بالنسبة لي وهي تحمل سمة شخصية. عندما ترى في جزء الصور المتحركة كيف يتعين على الوالد الابتعاد عن طفلته ومغادرة بولندا بقصد العمل في إنجلترا، القصة مشابهة لحياة شوبان، فهو غادر المنزل في وقت مبكر. الفيلم أنتج بهدف التعريف بموسيقى شوبان على نطاق دولي، وأنا مؤمنة أن الفيلم سيساهم في ذلك كما سيساهم بالترويج لصناعة الأفلام المتحركة. الفيلم سيشارك في الدورة 23 لمهرجان الفيلم البولندي في الولايات المتحدة في شيكاغو. We all